طلب مني في الفيديو اللي فات اللي هو كان بتاع مشتريات الوكالة، اقول لكم انا جبت الجاكيت الجينز منين. مش ده الجاكيت الجينز اللي كنت لابساه الاسود. وكمان طلب مني ان اوريكم البنطلون اللي انا كنت جايباه من اللي سوا كيكي، عشان كنت جايباه لي هيكون من الوكالة، فطلب مني برضو ان انا اوريها لكم. فده فتح عليا ان انا اوريكم بقى حاجات انا اشتريتها عموما وانتوا ما شفتهاش معايا لسه، ما اتلبستش يعني، فقلت اوريها لكم في السيل اللي فات ده من شهر. يعني انا دلوقتي شهر 21، شهر 12 انا كنت شاريهم، ولحد دلوقتي الحاجات دي موجوده في المحلات علشان اللي محتاجهم يشتروهم. هاي الحاجات دي ما بتخلصش يعني، دي من الصيف يعني. انا اشتريت سلوبات كنت شاريه في الصيف، هو لحد دلوقتي موجود يعني في الشتاء، هو لسه موجود يعني على الستاند، يعني اللي ايد عليه مش كتير فهو موجود. تمام، فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. معاكم ساره صبحي، يلا بينا. تمام، هبدأ لكم بالجاكيت اهو. هو الجاكيت اهو انا كنت شارياه من قيمة 10 ايام من بولاند بير، تمام، اللي هو في جزيرة العرب في المهندسين. ماشي، الجاكيت ده هو كان اخر قطعة فيه في الفرع ده، علشان كده كان نازل عليه سيل، انا اشتريته في السيل. كان في السيل، هو غالي شوية، انا عارفة ان هو غالي شوية، بس انا يعني انا بحب الجاكيت جينز جدا، ومش اي جاكيت جينز بشتريها يعني في ماتيريال كده معينه انا بحب اشتري، اللي هي ماتيريال الجينز اللي بتبقى ماسكه نفسها وواسع، لازم اجيبه اللي هو يبقى واسع خالص. وبحب قوي الجواكت تكون واسعه زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات، اللي مشافهوش يخش يشوفه، اللي هو فيديو مشتريات الوكاله الجديد. لازم يكون الجاكيت واسع، حتى بصوا ده واسع برضه، فانا متعوده لازم البس الجواكت واسعه، فمش بلاقيها في اي مكان. فحتى ده انا كنت جايباه السنه اللي فاتت، كنت جايباه من بريشكا كمان، تمام، كان بحوالي 650 جنيه بالظبط. هو تمام ده كان كنت جبته بقى من بولاند بير، بيبقى على طول لازق في بريشكا. رحت بريشكا ساعتها ما لقيتش اسود، لقيت جينز اللي هو ده، انا كنت محتاجه اسود فلقيته عند بولاند بير بس. ماشي، ده كان في السيل، كان ب 700 جنيه. انا عارفه والله ان هو غالي، انا عارف هو قبل السيل كان ب 1100، نزل عليه سيل بقى ب 700 جبته. بس انا ايه اللي خلاني اجيبه؟ ان انا لفيت على المحلات كلها في الجواكت، لقيت الجواكت في رينج 500 جنيه، فقلت ما فرقتش 200 جنيه بس اجيب حاجه انا عايزاها، صح ولا انا كلامي غلط؟ المهم انا جبته، هو قماشته حلوه وتفاصيله حلوه، تمام. هو مشكلته معايا ان هو قصير شويه صغيرين، فبلبس عليه حاجه، لازم البس عليه حاجه طويله، غير كده هو حلو. هو بصوا يعني قماشته حلوه، بس مش بس قماشه الجينز بتاعته مش تقيله زي دي، تمام. هي قماشته جينز بس خفيفه شويه، فيعني ايه، حتى انا هقول لكم اللي حصل. انا بقى لبسته، كان في المحل بقى كان حلو قوي وبتاع، شكله من ناس ونضيف وكده، رحت اشتريته وخدته. المهم بقى ايه، كنت انا مسافره بقى راجعه البيت، فمسافرت طبعا انت عارفين السفر بيبهدل ازاي بشنط بقى وحاجات، فعملت قلت ان هي لا انا لازم البس الجاكيت الجديد، لازم بقى ادخل عليهم بالحاجه الجديده اللي انا شارياها وبتاع. يا ريتني ما عملت كده اساسا، كان يوم يعلم بالله ربنا، علشان الجاكيت ده اتبهدل معايا بهدله. بصوا بقى عامل ازاي، بس انا اللي غلطان والله العظيم، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا لبسته وانا مسافره. فهي لما كنت البس ترنج اللي انا كنت مروحه بيه اساسا، يعني انا كنت مسافره بترنج، فهي لما ارجع بنفس الترنج لازم الفشخره، لازم اتفشخر، تمام. اهي الفشخره جابتني لورا، بصوا بقى عامله ازاي الجاكيت، تحس ان هو اتبهدل شويه والله، يعني مش عارفه ليه، بس من اللحظه دي قلت لا انا هلبسه في الخروجات المهمه بس. طب 700 جنيه ماشي اهو، ده الجاكيت اللي انتوا قلتولي عجبكوا، عرفتوا هو منين وبكام، من بولاند بير، تمام. ولو رحت هتلاقي جميع الالوان، فور مودي، في كحلي، في كحلي فاتح، وفي اسود، معرفش بقى ايه، هتلاقي الاسود ده في فروع تانية، تمام. دي اول حاجة معايا انتوا سألتوا عليها. هنيجي بقى على البنطلون، بص انا صوتي رايح عشان عندي شوية برد. بصوا البرد ده قاعد معايا بقالي اسبوع، مش عارفه اعمل فيه ايه. ده البنطلون اهو من اللي سوا كيكي، حتى والله بص لسه بالتيكت، هو لسه بالتيكت اهو، انا شاريه بقالي كتير قوي لسه بالتيكت. لك انت تخيلوا، انا هحكي لكم قصته. بعد ما انا كرهت البنطلون ده وقلت خلاص انا عايزه ارجعه، ادور على الريسيت علشان يرجع للمحل، انا لقيت الريسيت كلها بتاعت يعني في ريسيت انا لقيته من السنه اللي فاتت لهدوم انا اشتريتها، ما لقيتش الريسيت ده، يعني قلت خلاص بقى هو البنطلون ده خلاص لزق فيا ومش هينفع يرجع. ده انا كنت جايباه 180 جنيه، هو دلوقتي رخص بقى 130، يعني شفته على اللينك بتاعهم بقى 130 جنيه، تمام. اهو هو رجليه واسعه،
هو حلو في اللبس، بس مشكلتي معاه ان انا كنتش لاقي حاجه الاقيها معاه. فلما رحت الوكاله زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات برضو، لقيت ده فرق عليه خالص اهو. هو فرق بسيط قوي بس عادي يعني، هيتلبس عادي ويبقى شكله حلو قوي اهو. بصوا نفس القماشه يعني، تحس ان نفس الريتم كده، فحسيت ان هي ايه حلوين. شايفين اهو، هلبس بس عليه جاكيت جينز عشان ده النص يكون لازم كده كده هلبس عليه جاكيت، وكمان ده علشان بحس ان هو من فوق كده مش هينفع ان هو يتلبس لوحده طبعا يعني كمحجبه يعني. تمام، دي الحاجات اللي انا انتبهتوها. انا بقى جبت حاجتين من ديفاكتو اهو، لسه حتى بالتيكت. ايه بقى الحاجتين دول؟ اول حاجه السويت شيرت ده اهو بالتيكت اهو، ده كان ب 170، 170 من ديفاكتو. تمام، ده سويت شيرت عادي خالص، كان المقاس اللي اصغر من ده داخل فيا عادي، وكان شكله حلو ماشي. انا سالت الولد اللي هو واقف، ساعات بيساعده بجد والله يعني، انت لو محتاجه حاجه اساليهم، هما بيبقوا عارفين المحل فيه ايه. ده كان مقاس اكس لارج، انا مقاسي لارج في الطبيعي، مقاسي لارج. المهم اللارج كان واسع وحلو كل حاجه. قلت له هو ده المفروض ان هو يبقى مقاسه واسع؟ قال لي اه. قلت له طب خلاص بقى هات لي الاكس لارج. جبته ليه بقى؟ انا هقول لكم انا جبته ليه. علشان انا قبلها باسبوع كنت برضه في اتفاكته وجبت السلوبيت ده، كان نفسي فيه قوي من زمان. السلوبيتات القماش ده اعتقد اصلا ان هو سلوبيت حوامي، تمام يعني هو اصلا ده مقاس سمول وانا مقاس لارج، السمول داخل فيا ومقاسي ماشي اهو، بيتلبس كده. بصوا اهو، عجبني قوي الزرارين الفضي دول، لو رحت دلوقتي هتلاقيه على فكره، هتلاقيه ده، انا ده بقاله كذا شهر في المحل في كل الفروع. فعجبني قوي الزرارين الفضي دول، جبتهم. هو اعتقد ان هو بتاع حوامل بجد، ده كان ب 200 جنيه بعد السيل، ب 200 جنيه كان الاول ب 300 بقى ب 200. ده مقاس سمول، هو انا ما لقيتش اللارج، بس اعتقد ان انا لو كنت جبت لارج لا انا ما لقيتش ميديم، انا قست اللارج، اللارج طلع واسع واسع قوي يعني. بص مش عايزه اقول لكم كان بيقع، الميديم ما لقيتهوش ماشي، كان خالص. فلقيت لارج وسمول فجبت السمول، السمول برده كان داخل فيا وكويس. ده بقى جبته زي ما قلت لكم عشان كان نفسي فيه قوي القماش ده، وجبت ده تحتيه يعني، قلت ده انا هلبسه تحتيه يعني، البس كده في ايه، البس ده كده وده ده هي كده اهو، يبقى نفس اللي هو الستايل ده ماشي. والبس بقى ايه، بنطلون، اي بنطلون جينز تحتيه او بنطلون اسود جينز برضه ماشي، وكوتشي بقى وهمشي في الشارع خلاص. انا بس محتاره في الطرحه، بس احتمال كبير اجيب الطرحه ايه نفس البيج ده يعني ماشي، عشان الاسود هيقفله قوي ومش هينفع. وممكن برضو البس على ده، هيكون اسود وسلسلتين فضي كده وخلاص، برضو هيبقى شكله عسول يعني، هلبسه بكذا حاجه. وممكن البسه هو مثلا عليه جاكيت يعني، البس تحتيه ايه هيكون كده عادي، والبس تحتيه جاكيت يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك المشتريات ويكون عجبك الفيديو كمان. لو انت بيعجبك فيديوهاتي دوسي لايك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه ومشتركه جديده اهلا بيكي في القناه، وتابعوني الفيديو الجاي. يلا باي باي.